وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعيش الليلة ذكرى استشهاد باب الحوائج الإمام المظلوم الإمام الكاظم عليه السلام. ولا يناسب أن نتكلم فقها، لا بأس مشهد من مشاهد هذا الإمام العظيم لنأخذ درس من دروسه. أخذ وهو الذي يراه الخليفة المنافس الحقيقي لكل ما له من منصب، بل يراه صاحب المنصب والناس تميز، فأخذه إلى حيث السجن. وأي سجن؟ إلى قعر السجون ظلم القوامين التي لا يميز فيها الليل من النهار. الإمام الآن يدخل في مرحلة هذا الابتلاء، لكن بأي طريقة؟ التاريخ يسجل أن الإمام يحمد الله على الوضع الجديد ويقول لربه أنني يا رب طالما دعوت أن تفرغني لعبادتك. منصب الإمامة منصب الاشتغال على الناس، والإمام يحب أن يظهر مملوكية لله، عبودية لله. الآن يقول يا رب أنا طالما دعوتك أن تفرغني لعبادتك، ها وقد فعلت فلك الحمد. أول درس نأخذه هو درس اليوم علوم جديدة، علوم الطاقة وعلوم البرمجة العصبية، وكأنهم اكتشفوا ما لم يكتشفوا غيرهم. الإسلام سبقهم في كثير من الأمور الصحيحة التي عندهم، شنو صحيح؟ من هذه الأمور أن الإنسان ينظر لما حوله بإيجابية. متى يكون الإنسان كذا؟ حينما يكل أمره إلى الله، يفوض الأمر إلى الله ويثق بربه، فيرى النعيم في الدنيا صناعة من الله، ويرى البلاء صناعة من الله. البلاء في فلسفة الإسلام ليس عقوبة، البلاء له عدة فلسفات. من فلسفاته أنه إذا كان الإنسان له أخطاء له معاصي يراد أن يفد على الله صافر يبتلى ليمحص من ذنوبه. يوم القيامة يصبح البصر حديد، يشوف أن على مرضى عابر شجد أزيح عن النار، كان بسبب عمله تأخذه أعماله إلى هذا الموقع من النار، لكن مرضى عابرة وجد خيرها، فيتمنى لو كان في الدنيا قد قرض بالمقاريب فإذا كان عاصر. أما إذا كان غير عاصر فإن الابتلاء يأخذه إلى درجات في الجنان. إن لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة. إذا كان كذلك فكل ما يأتي من الجميل جميل. كانت زينب تقول ما رأيت إلا جميلة، وكان أخوها الحسين في شدة المصائب العصيبة، طفل رضيع قد مصيبة عصيبة جدا صعبة، أن يقتل رضيع أمامك وأنت حاملة وأنت أخذته إلى القوم وهو ولدك، ولكن مع ذلك الآلام تتلاشى حينما يذكر الله هونا ما نزل به أنه بعين الله. فإذا آلام الابتلاء تنسى بالنظر إلى الجميل، وأن ما يأتي من الجميل ليس إلا الجميل. قطعت النساء أيديهن ولا يشعرن وهن ينظرن إلى جمال
العقاب لحصوله، فإنه يجد لذة العلاقة مع الله تفوق الشرور لأي ألم من الأمر. إذن الدرس الأول، العلاقة مع الله تجعل من المصائب، ومن المصائب لا تعد إلا شيئا جميلا، لأنها سلم الكمال، سلم الوصول إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الإنسان إذا نظر إلى ما حوله بإيجابية لا تأخذه سلبية الموقف إلى أن لا يستثمره. يعني واحد مصيبة وحلص على أحباط، فشل في كل خطواته، يقول أنا محبط. من يحبط الإنسان ما يتقدم. المؤمن إذا نظر للأمور بإيجابية يستثمر كل الظروف، ما في ظرف يمكن الاستثمار. الآن الإمام الكاظم عليه السلام يعلمها، السواح اللي يودوني للسجن، ظلام، أي ينزل ليل نهار، وانفرادي، وحركته ثقيلة لأنه مقيد بالحديد، شنو من سلبية تعتريه؟ لا نوافل، لا دعاء، يقول أنا وين على هالحال؟ أنا غالب شقتي، أنا حزين، أنا كذا، يمضي عمره وهو في إحباط بعد إحباط. أما إذا نظر بهالنظرة التي تقدمت، لا يرى إحباطه، يرى أنه الآن في تجارة مع الله، فيستثمر كل ما يمكن أن يستثمره في هذه التجارة. فالإمام في هذه الحالة، وهو الشيء الإيجابي في السجن، قال الشيء الإيجابي أن أنا ما حد يشغلني عن الله، أستطيع أن أقرأ الكتاب، أن أصلي النوافل، أن أدعو، أن أتهجد، أن أسجد. كان يسجد من طلوع إلى الزوال، ينظرون إليه من القصر، هذه خلقه من قال، فإني ماشي، يقول لا هذا موسى بن جعفر له سجدة اليوم. فإذا الإمام بعد أن نظر إلى كل ما حوله جميل من الله، استثمر كل آنات العمر، واستطاع أن يخرج من كل امتحان بنجاح. ما نستفيد من الإمام؟ أن نفوض الأمر إلى الله، وأن نستثمر كل الظروف التي حولنا، لا يعيقنا ألم ولا يقفنا ضعف عن التقدم نحو الله. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.